بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعرف على ازاي اعمل تدريب وازاي اخد الكود الخاص بالتدريب اللي انا عملته واديه للمتدربين بتوعي. طبعا هاجي على الصفحة الرئيسية وعند ماي بروفايل هضغط عليها وانزل عند كلمة تريننج. هتتفتح لي صفحة علشان اعمل تدريب جديد. من اعلى الصفحة هضغط على كلمة كرييت نيو. بعد كرييت نيو هتتفتح لي الصفحة دي، طبعا فيها السمري او الاشياء الخاصة بالتدريب بتاعي. طبعا اول جزء هنا كلمة توبيك، وتوبيك هو الموضوع، يعني ايه هو موضوع التدريب بتاعي. طبعا لو ملاحظين ان في ستارز او نجوم حمراء جنب كلمات معينة، طبعا الكلمات دي اللي جنبها النجوم الحمراء معناها ان الحقول دي مطلوبة، يعني ما ينفعش يكتمل التسجيل بدون انك تملى الحقول ده. بالنسبة للتوبيك الموضوع كاتب لك هنا please select، يعني لازم تختار. طبعا هنضغط على السهم المنسدل هيظهر لي كل الكورسات الموجودة على الـ Educator Community. لو انا عايزة اختار كورس منهم وليكن مثلا 10 كلاس ده، هضغط عليه وهيتسجل. وطبعا هنا بيسألني التريننج ستارت ديت امتى هيبدأ وامتى هينتهي. طيب اذا انا كنت عاملة تدريب بنفسي خاص بيا ما هواش موجود على الإديوكيتور كوميونيتي، في الحالة دي هنزل لتحت هنا بالسهم عند كلمة other. ملاحظين اهو كلمة other. بعد كلمة other عندي الديوريشن، بيقول لي يعني التدريب اللي انت هتعمليه ده مدته كام، من 0 ل 5 hours لخمس ساعات، ولا مثلا من 51 لساعة ونص، وهكذا. انا هختار المدة اللي هيكون فيها التدريب اللي انا عملته، وليكن مثلا هختار اللي هي من 51 لساعة ونص. طبعا ملاحظين بمجرد ما اخترت الديوريشن اتفتحت معايا قوائم تانية، بيقول التدريب اللي انت عملتيه ده عملتيه باستخدام ايه، او هيكون تدريبك عن ايه. فمثلا انا التدريب اللي انا عملته هيكون عن اوفيس ميكس، فاروح مختاره. ممكن انا التدريب بتاعي مثلا عن وان درايف، ايا يكن هختار التدريب بتاعي هيكون عن ايه، وهعلم اعمل كليك على اسم الشيء اللي انا هدرب عليه. لو نزلنا لتحت شوية كاتب لي هنا الايفنت نيم. طبعا بمجرد انت ما بتكتب تختار فوق هو بيملأ لك الحقل ده لوحده. تريننج ستارت ديت يعني الوقت اللي بدأ فيه التدريب بتاعك. مثلا انا هختار التدريب بتاعي هيكون يوم مثلا هنا يوم 6، هو اتكتب لي هو وحدي 6/11/2017. التدريب بتاعي مثلا استمر، طبعا هو قلنا ساعة ونص، يعني هيخلص في نفس اليوم اللي هو يوم 6. طبعا لو التدريب بتاعي استمر لعدة ايام، مثلا دربت انا المتدربين على 3 ايام 4 ايام، فبختار الاند ديت او النهاية بتاعة التدريب بتاعي اللي انا عايزها. تريننج كونتري، وكاتب لي برضو بليز سيلكت، يعني التدريب بتاعي كان فين، اي دولة من الدول. طبعا ومديني القائمة المنسدلة، فانا هختار ايجيبت من القائمة. بعد كده مديني تريننج ستيت يو اس اي بين قوسين، وطبعا الحقل ده مفيش قدامه النجمة الحمراء، يعني معنى كده ان الحقل ده غير مطلوب، يعني سواء كتبته او ما كتبتوش في الحالتين التسجيل بتاعك هيكون اوكي مقبول.
طبعا تريننج ستيت يعني الولايه اللي انت دربت فيها لو انت موجود في اليو اس اي او الولايات المتحده الامريكيه. بعد كده عندي التريننج سيتي، المدينه اللي تم فيها التدريب. طبعا هنا انا هكتب سوهاج اسم المدينه بتاعتي. بعدين عندك التريننج لانجويج، يا ترى انا دربت بانهي لغه؟ طبعا وكتب لك برضو بليز سيلكت اختار، فهختار اللغه العربيه اللي هي الارابيك. طبعا انت هتختار اللغه اللي قمت بالتدريب بيها، يعني مثلا لو دربت على لغه انجليزيه هتختار اللغه الانجليزيه. ملاحظين فوق ان انا مختاره كنت ساعه ونص اللي هي الديوريشن، فهنا كتب لك ديوريشن ان مينيتس، اكتب لي الديوريشن بتاعتك دي ان مينيتس او بالدقائق. طبعا الساعة ونص بالدقائق ادوني 90 دقيقة، انا ما كتبتهاش، هو كتبها لوحده لان انا مختارها فوق. طيب حصل تغيير في الخطة وانا مش هدي 90 دقيقة، لا هدي اقل هدي اكتر، ممكن بكل بساطة ان انا اغير الديوريشن بتاعي هنا هو بالدقائق، مثلا اخليها 100 دقيقة براحتي. النمبر اوف اتنديز، الحضور كان كام او الناس اللي هم هيتدربوا عندي كام. هكتب على سبيل المثال انهم كانوا مثلا 20 متدرب. طيب انا يوم التدريب حصلت ظروف لبعض المتدربين ومجوش، يعني اللي حضر لي مثلا 15 او اللي حضر لي 10، في الحالة دي انا هقدر اغير العدد بتاع المتدربين، وهوريكم بعد شوية ازاي هنغير العدد حسب الناس اللي حضرت عندي. هنا بيقول لي please select the one group you are most closely associated with، يعني انت التدريب ده كان لمين بالظبط. لو انت هتدرب زمايلك في المدرسة مثلا فتختار لي الاختيار الاول ده، هنعمل كليك عليه اللي هو MIE trainer، يبقى ده في حالة ما اذا كنت انت هتدرب زملائك داخل المدرسة بتاعتك. طيب لو انت كنت هتدرب تبع منظمة معينة، لو هتدرب تبع منظمة فبتختار الاختيار الثاني دي. طيب لو المدرسة بتاعتك كانت من ضمن مدارس الشوكيس سكول هتضغط على الاختيار ده. طيب لو انت كنت مستشار خاص بالمايكروسوفت ليرنينج فهتضغط على الاختيار الاخير. طيب هنا بيقول لي الاودينس تايب، الحضور او الجمهور ده هو كان نوعه ايه، يا ترى كان educator trainers متدربين، معلمين يعني بس هم trainers مدربين، ولا كانوا primary and secondary educators يعني كانوا معلمين مرحلة ابتدائية او ثانوية. فانا مثلا هختار الاختيار الاول ان انا دربت زمايلي اللي هم بتوع المرحلة الابتدائية والثانوية. لو دربت مثلا الاداريين في المدرسة، دربت المديرين، دربت الستيودنس الطلاب، دربت higher education faculty، اي شيء انا قمت بتدريبه بعمل كليك عليه. بيسألني هنا was this training completed on behalf of a training organization، يا ترى التدريب بتاعك ده انت قمت به يعني لصالح نفسك ولا لصالح منظمة معينة زي ما قلنا فوق. طبعا انا هنا مختارة الاختيار الاول فطبيعي هقول no لان هو كان مش لصالح منظمة معينة. طب لو انا كنت مختارة الاختيار الثاني اللي هو ده training organization، يبقى بالتبعية لازم اختار هنا yes لانه لصالح منظمة معينة. هنا بيقول لي school or organization if one is not listed please add it to your profile here، يعني السكول اللي انت تابع ليها او اللي انت موظف فيها فين، فانا هضغط هنا هيظهر لي كلمة نيدا القديمة بريب سكول. طبعا ليه ظهرت لي اسم المدرسة اللي انا شغالة فيها؟ لان انا بالفعل كنت حطيتها في البروفايل بتاعي. طب لو انا ما كنتش واضعة المدرسة بتاعتي في ماي بروفايل اسمها هعمل ايه؟ هروح ضغط على كلمة هير دي، هيا هشوف هتوديني لفين. طبعا ودتني لمين؟ لماي بروفايل. طبعا احنا ملاحظين هنا اهو ان انا فوق تحت اسمي على طول مكتوب نيدا القديمة بريب
سكول، لان انا ضايفاها طبعا في ماي بروفايل. لو ما كنتش ضايفاها في البروفايل بتاعي فبنزل لتحت هنا وبدور على الجزء اللي هو فيه اسم المدرسة بتاعتي المطلوب، وهروح ايه املاه. طبعا هضغط هنا بيرسوناليز يور اكسبيرينس، بيقول لك انت ايه. شايفين تحت كاتب لك برايمري سكول اورجانيزيشن نيم، فانا هنا حاطه اسم المدرسه الخاص بي. لو انتم مش ضايفين اسم المدرسه الخاصه بكم طبعا بتروحوا ضايفينه، وفي النهايه بتدوس على سبميت. هنرجع مره تانيه للتسجيل عشان نكمله. بيسألني هنا يا ترى التريننج ده كان ان بيرسون اور ا ديجيتال ايفنت، يعني التدريب اللي انت عملته ده كان ان بيرسون ايفنت، يعني انت دربت المتدربين يعني وجها لوجه او بنفسك، ولا كان ديجيتال يعني عن طريق النت. طبعا انت لو كان ديجيتال رقمي هتختار ديجيتال، لو لا وانت دربتهم في قاعة تدريبية مثلا وجها لوجه فهتختار in person event. طبعا الديجيتال ده لاحظوا هو يقصد بيه ايه، هو يقصد بيه يا ترى التدريب ده كان عن طريق سكايب فور بيزنس، ولا كان عن طريق ويبينار بس سكايب فور بيزنس، او ويبينار لكن ان هو تقول لي مثلا التدريب ده تم عن طريق يوتيوب فيديو، ولا عن طريق بوستات نزلتها في تويتر. لا طبعا ما ينفعش، الديجيتال مقصود بيه بس اللي هي سكايب فور بزنس، او انك تكون عملت ويبينار. طبعا لو كنت عملت ويبينار لازم هتكون عامل قبليها ريجستر او تسجيل. بعد كده بيسألني عن النمبر اوف الانستيتيوشن ريتش، يعني مثلا الانستيتيوشنز او الناس اللي انا دربتهم دول هم كانوا تابعين لكام معهد او كام مؤسسة. فمثلا انا الناس اللي انا دربتها مثلا بينتموا لعشر اماكن، فبكتب عشرة. هنا بيسألني الويب سايت، الويب سايت اللي انا هنزل عليه كومنتس او هنزل عليه اشياء خاصة بالتدريب بكتب هنا. هو طبعا ممكن ان انا اضيف اكتر من ويب سايت، طبعا بعمل هنا كليك بيتفتح لي مكان تاني عشان اكتب فيه. طب انا كتبت غلط وعايز احذفه، بحذفه من علامة الاكس دي وهكذا. الحقل اللي بعده اللي المفروض املاه بيقول لي هنا brand of operating system on devices used، ايه اللي انا استخدمته. استخدمت المايكروسوفت، الجوجل، ابل، اذرز. طبعا لو اذرز فهكتب الاذرز اللي انا استخدمتها هنا. طب انا هكتب مثلا او هعمل كليك على مايكروسوفت. وهنا برضو بيسألني البراند اوف برودكتيفيتي سوفت وير، السوفت وير اللي انا استخدمته برضو هعمل على مايكروسوفت. طبعا هنا كتب لي كومنتس، لو انا عايزة اعلق اكتب تعليقات فبحطها في المربع ده. طب انا خلصت فبروح عامله كلمة سيف. بعد ما عملنا كلمة حفظ هيرجعني لنفس الصفحة اللي انا ضغطت منها على كرييت نيو. هروح اشوف التدريب بتاعي اللي انا عملته، هنزل تحت. ملاحظين انا شايفة ايه؟ شايفة كل الأشياء هاي موجودة. هدور على التدريب اللي أنا عملته فين. اهو لو نتذكر لما جيت أكتب اخترت إن التدريب ده كان يوم هنا مش ما هنا هنا الجزئية دي عايزة أشير إليها. هنا طبعا التدريبات بتكون تبع حاجة اسمها الفيسكال يير. طبعا احنا في عندنا السنة مثلا الميلادية اللي هي بتبدأ من شهر يناير وبتنتهي في ديسمبر،
وعندي في السنة الهجرية، وعندي في السنة المالية. السنة بتاعتهم هنا في مايكروسوفت أو في الإديوكيتر كوميونيتي بتبدأ من يوم 1/7 وبتنتهي عند يوم 30/6. طيب أنا عايزة أشوف الأشياء اللي هي تمت في العام الماضي، فهاجي هنا من فوق خالص تحت كرييت نيو، هنا هشوف في الفيسكالير بتاعتي، هضغط هنا هوا. أنا عايزة السنة الماضية اللي هي 2016، بروح ضغط هنا بروح جايب لي كل التدريبات اللي عملتها وكل الكورسات اللي أخدتها اللي هي في 2016. أهم لاحظينها 2016. طبعا أنا دلوقتي شغالة على الفيسكالير بتاعت 2017، فهضغط طبعا هنا اللي هي بتبدأ من 1/7/2017 وبتنتهي في 30/6/2018. هنرجع تاني للتدريب اللي أنا عملته اهو. زي ما احنا شايفين انا كنت مختارة other duration، واللي هي كنت مختارها طبعا ساعة ونص، وكاتب لي هنا هو في رقم اهو الوان، وعدد الحضور اللي انا اخترتهم اللي هم العشرين. طب انا عايزة اعدل على التدريب ده، زي ما قلت انا مثلا ما حضرليش 20، لا ده اللي حضروا كانوا 30 واحد، اعمل ايه؟ طبعا في على الجنب كلمة فيو بس هي مش ظاهرة عشان ايه الصفحة مش جايبة الاخر، فاجي من هنا بجر الصفحة عشان اجيبها للنهاية، اه ظهرت لي كلمة ايه فيو. هطلع عند التدريب بتاعي اللي انا كنت عاملاه اهو، واروح ضغط على كلمة فيو. طبعا ملاحظين قبل ما نمشي هنا في كلمة 500، معناها ان التدريب ده اللي هيحصل عليه هياخد 500 نقطة، وطبعا ده اللي مكتوب لي ده هو الكود الخاص بالتدريب بتاعي اللي انا بعد كده هروح اخده واديه للمتدربين علشان هم يحطوه في الصفحة الشخصية بتاعتهم، يعملوا له ريديم كود. هضغط على فيو عشان اعدل. بعد ما ضغطت على كلمة فيو اهو جاني التدريب اللي انا عملته، training details التفاصيل بتاعته، البروموشن كود هلا انا هاخده وهديه للمتدربين بتوعي عشان يحطوه، وعندي التوبيك العنوان اللي انا اخترته طبعا بالساعة بتاعته، وعندي training start date هيبدأ يوم كام، وعندي التريننج اند ديت. طبعا هنا هنلاحظ ان هو كاتب ليش الايام اللي انا اخترتها، لا ده كاتب لي الفيسكال يير بتاعتي او السنه بتاعتي اللي هي قلنا بتبدا من 1/7 وبتنتهي في 30/6/2018. كاتب لي طبعا تحت هنا الستارت ديت اليوم اللي انا هدي فيه التدريب بتاع الحدث نفسه اللي هو ايه اللي اخترناه، كان يوم 6/11، وطبعا الاند ديت وهينتهي امتى برضو 6/11، وكاتب لي الايفنت نيم اسم الحدث بتاعي، وكاتب لي النمبر اوف اتنديز. طبعا انا قلت هنا ما حضرليش 20، لا ده انا حضر لي كام مثلا، حضر لي 30، فهروح مغيراه من 20 وهغيره هيبقى ايه 30. طبعا هنا مش راضي تغير ليه، لان انا ما دوستش على كلمة فيو، لازم ادوس على كلمة فيو. بعد ما دوست على كلمة فيو بتتفتح لي الصفحة مرة تانية اللي هي بتاعت التدريب اللي انا سجلت فيها، فادي number of attendees، فاروح مختارة طبعا حضر لي 30، حضر لي اقل من العشرين مثلا 10، ايا يكن العدد اللي حضر لي، واروح اكتبه. طيب انا لظروف خاصة لغيت التدريب ده خلاص مش هدربه، اعمل ايه؟ بنزل تحت في الصفحة نفسها بتاعت التدريب واضغط على كلمة delete. طبعا بيسألني هنا هو are you sure، متأكد ان انت عايز تكنسل التدريب ده، فانا هقول له ايه اوكي. طبعا لو انا ضغطت على كلمة delete بالخطأ فاعمل له cancel، لكن انا طبعا لاني التدريب ده طبعا مجرد تدريب وهمي انا عملته معاكم دلوقتي بس للتعليم، فمش هيكون تدريب حقيقي، فانا هضغط على كلمة اوكي خلاص. طيب الكود اللي انا طلع لي قبل كده هو طبعا هنا في الصفحة دي
كان في كود طلع لي اهو مثلا، هنفترض ان هو الكود ده، فانا هاخده واديه للمتدربين. طب المتدربين اللي هياخدوه او هيضيفوه لصفحتهم الشخصيه عشان يكسبوا بيه النقاط ازاي؟ هيروحوا للبروفايل الخاص بيهم، هيضغطوا عليه، هيلاقوا فيه كلمه ريديم كود، هيضغطوا على ريديم كود هنا. طبعا بعد ما يكونوا عاملين كوبي للكود او يكونوا كاتبينه، وهيجي هنا انتر بروموشنال كود وهيكتبوه هنا في الجزء ده، وبعد ما يكتبوه هيضغطوا على كلمة سبميت. طبعا بعد ما هنكتب الكود وهنضغط على كلمة سبميت، هتظهر لي رسالة ان الكود ده خلاص تم اضافته ليك، طبعا اذا كنت حطيته بالشكل الصحيح. وبتاخد البادج لو كان في بادج، او بتاخد البوينتس النقاط لو كان في نقاط على الكود. طب اعرف منين ان الكود ده عليه بادجات ولا عليه نقاط ولا؟ طبعا في الصفحة دي اللي انا كنت بشوف فيها الاكواد الخاصة بيا، بشوف عند الكود نفسه او الكورس نفسه، يعني مثلا هنا الكورس ده Teaching with Technology، لو ملاحظين ان قدامه في كلمة زيرو او صفر، الزيرو ده معناه ايه؟ ان انت مش هتاخد اي شيء عليه؟ لا طبعا، معناه ان الكورس ده في بادج خاص بيه، فانت بعد ما اخدت الكورس ده نزل لك البادج واخدته بالفعل. اما لو بصينا مثلا على الجزئية اللي تحت دي، فهنلاقي مكتوب عليها 500 او 500 نقطة، يعني معنى كده ان الكورس ده هيكسبك نقاط، هيكسبك 500 نقطة. يعني اللي عليه زيرو ده مش معناه ان انت ما كسبتش شيء، لا ده انت كسبت بادج على الكورس ده هو. اوكي، كده احنا اتعلمنا ازاي اعمل تدريب، وازاي اخد الكود واديه للمتدربين. طبعا المتدربين اللي انت هتديلهم الكود ده هو، هما هيعملوا ريديم كود زي ما قلنا، هما هيكسبوا النقاط الخاصة بالكود او البادجات، وانت كمان هتكسب النقاط او البادجات. طب انا مثلا دربت 10 متدربين، والعشرة حطولي مش العشرة كلهم ايه عملوا ريديم كود، طبعا اعرف منين انا مين اللي حط الكود وكام عددهم؟ طبعا بانزل هنا في الجزء الخاص بالتدريب بتاعي، هدور على التدريب اهو. مثلا انا كنت عاملة تدريب اللي هو التيتشر اكاديمي وان نوت، المتدربين كان عددهم 10، كم واحد اللي حطولي الكود الخاص بالتدريب؟ 7 اضافوا الكود، وفي 3 لسه ما اضافوش الكود. طبعا لازم احرص على اني كل المتدربين بتوعي يضيفوا الكود، واتواصل معاهم اشوف مين اللي اضاف الكود ومين اللي لسه ما اضافوش، لان انا كمان بكسب نقاط معهم. شكرا لحسن استماعكم، والى اللقاء في شرح اخر ان شاء الله. اتمنى ان الشرح يكون اعجبكم، لو اعجبكم الشرح ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة، وما تنسونيش بلايك.